السلام عليكم. دلوقتي هنشوف ازاي نضيف كونكشن بين مثلا البيم دوت والاستراكشر كولوم دوت. طيب بكل بساطه هاجي هنا في الستيل، هتلاقي عندك هنا الكونكشن. لو دوست على السهم دوت بيبدا يجيب لك ايه الاجزاء اللي موجوده تقدر تعمل الكونكشن بيها. بيجيب لك قايمه بالعناصر اللي موجوده انت هنا. لو مش موجود عندك مضطر ان انت تعمل لها تنصيب. لو كتبت اوتو ديسك ديسكتوب هيبدا يجيب لك البرنامج اللي تقدر تسطب منه الاضافات الجديده. طيب دلوقتي انا هختار من هنا، عندك بيقول لك كولوم مع بيم، ممكن تختار كده ودول حاجات خاصه بكولوم مع بيم اللي تقدر تختار منهم وتقول له اد وتقول له اوكي. ودلوقتي هقول له انا عايز اعمل كونكشن بين الكولوم مع البيم دوت، واختار من هنا الحاجة المناسبة ليا. طيب يعني مثلا ممكن تقول له انا عايز مثلا بالشكل دوت، هيبدأ يعمل لك الشكل اهوت. ممكن لا مش هو ده الشكل اللي انا عايزه، تقدر تختار مثلا شكل تاني حتى توصل للحاجة اللي انت شايفها مناسبة ليك. مثلا بالشكل دوت ممكن تقول له انا عايز مثلا اعمل حاجة بين البيم دوت والبيم دوت، فتيجي هنا من الستيل وتقول له انا عايز اعمل مثلا كونكشن. ممكن تختار مثلا من هنا، تطلع لك القايمة ديت، فتقول له مثلا ممكن تخلي دول اوصفهم زي ما انت عايز، بس ممكن تيجي تقول له هنا انا عايز اعمل بيم اند تو اند، فيجيب لك الحاجات ديت. وبعد كده تقول له كونكشن بين ده ودوت، وتضغط انتر وتبدا تختار بقى من هنا الحاجه اللي انت شايفها انسب ليه ديت، فيبدا يجيبها لك بالشكل دوت. ممكن من هنا تبدا تختار بقى لو انت عايز تضيف بلايد، عايز تضيف مثلا كورنر كات، عايز تضيف الوصل من ديت لديت، فتيجي تقول له بالشكل دوت يبدا يعملها لك، وانت تقدر تعمل سيلكت وتختار. طبعا ده هنا معنى ده ان ده الفيرست، ده السكند، ده الاساسي وده اللي هيقطعه، فانت ممكن تيجي تدوس على العلامه ديت يعكسها لك، يخلي هو ده الاساسي وده القطع ليه. وتقدر تيجي في اي وقت من هنا وتبدا تختار الحاجه اللي انسب ليك. مثلا تختار مثلا بين تو بين بالشكل دوت، فيبدا يجيبها لك بالشكل دوت.